معانا النهارده 3 علب بسكوت جعفر العمده اللي بيكسب فلوس، ومعانا 3 علب بسكوت كاشات اللي بيكسب فلوس. لو بتحب النبي اضغط لايك واشترك في القناه عشان تشوف كل جديد. ده يلا نقول بسم الله. ما تعمل لايك وسبسكرايب يا عم، انت بتزعق. طب مش عامل. هنبدا ببسكوت جعفر العمده. انا اختار اول واحد. بسم الله، بسكوت جعفر العمده اللي بيكسب فلوس. اللهم صل على النبي. انا باين عليا ما كسبتش حاجه. ايه ده ورقه؟ ورقه فاضيه خالص. ورقه فيها 200 جنيه وعليها نص ابو صلاح. ماشي، مش مهم، مش مهم، انا ما كسبتش حاجه. مين اللي هيفتح؟ أنا. انتي اختاري واحد. بسم الله، بسم الله، بسكوت جعفر العمده اللي بيكسب فلوس. بسم الله، بسم الله، بسم الله، ما كسبتش حاجة برضو عليها فلوس ابو صلاح. انت فرحان؟ حظها وحش النهاردة، ونشوف فهد هيكسب ايه. بسم الله، بسكوت جعفر العمدة اللي بيكسب فلوس. بسم الله، 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 ما كسبش حاجة برضو. من ما اول كسبش مرة حاجة. مش بكسب حاجة من دول مرة. انت من اول مرة ما بتكسبش؟ انت المرة اللي فاتت كسبت من اول مرة. انا اللي عليا الدور، وبسم الله يا رب حظي يبقى حلو، يا رب حظي يبقى حلو. اوبا، وكسبت 5 جنيه. على فكرة بنكسب 5 جنيه، 20 جنيه. في ناس بتكسب كده؟ اه. ما انا ما اعرفش. احنا بقى حظنا الحمد لله حلو، الحمد لله، الحمد لله لحد دلوقتي 5 جنيه بايظة. بس شغالة بقى. ان شاء الله ربنا يخلينا نكسب 10 جنيه النهاردة. اتفرجوا على الفيديو للآخر، واتمنى ان انتوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة. مين اللي عليه الدور؟ انا. اختاري واحد وادهولي. بسم الله، روان اختارت بسكوت جعفر العمدة اللي بيكسب فلوس. روان هتكسب فلوس، يا رب تكسب فلوس، عشان الفيديو اللي فات ما كسبتش حاجة. وروان 50 جنيه. روان اول مرة اشوف فيديو زي ده فيه 2 بسكوت ما يكسبش حاجة. 2 بسكوت ما فيهوش اي مكسب. حظها وحش ليه؟ سيء للغاية. طب انا لما اكسب حاجة اديها. مش مهم، لما نشوف. مين اللي عليه الدور؟ انا. فهد اختار بسكويت جعفر العمدة اللي بيكسب فلوس. بسم الله، بسم الله، ما كسبش حاجة فهد، ما كسبش أي حاجة. يحيى العدل. أنا اللي أختار. بسم الله، جعفر العمدة اللي بيكسب فلوس، جعفر العمدة اللي بيكسب فلوس، وبرضه ورقتين وما فيهمش مكسب. جعفر العمدة النهاردة يا جماعة بيخسر مش بيكسب. ورقتين، أول مرة أشوف أصلا ورقتين في بسكوت واحد. سيد اللي بيخاف، سيد اللي بيخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي عليه الدور؟ روان اختاري. بسم الله، روان اختارت بسكوت جعفر العمدة اللي بيكسب فلوس، وحظها النهاردة سيء للغاية. بيكسب 2 النهاردة وما بيكسبش فلوس. بيكسب بيكسب 2 بس ما بيكسبش فلوس. انت حظك وحش اصلا. مين اللي عليه الدور؟ انا. اختار. حاسس ان ده جعفر العمده اللي بيكسب فلوس النهارده. مش هكسب برضه. ما كسبش برضه. اختار يلا. ده روان هتفتح بسكوت جعفر العمدة، ويا رب بقى تكسب حاجة، عشان هي شكلها النهاردة ايه؟ ما كسبتش حاجة وشكلها وحش وما كسبتش حاجة برضو. كله 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 ورق. مين اللي عليه الدور؟ أنا. أنا يا عم بقى، ما اخترتش أنا خالص. بسم الله، بسم الله، بسم الله. حظي حلو، شوفي، سبحان الله، سبحان الله. لعبة دي مش لعبة والله. لعبة. والله ما لعبة. ايه 5 جنيه؟ 5 جنيه حقيقية كده. فهد
ده اخر بسكوت في جعفر العمدة، واتمنى ان هو يكسب فلوس. لا يا بابا، انا بعد كده، انت بعد كده. ماشي كده، اخر بسكوت في جعفر العمدة ما كسبش حاجة. ما كسبش حاجة خالص. بس كده اول كرتونة خلصت من جعفر العمدة. كده بسكوت جعفر العمدة اللي بيكسب فلوس خلصت، وهنبدأ نفتح في بسكوت كاشات اللي بيكسب فلوس. بسم الله، مين اللي هيبدأ؟ انا. اختاري واحد. بسم الله. روان اختارت. روان اختارت بسكوت كاشات ابو 2 جنيه اللي بيكسب فلوس، واتمنى ان روان تكسب النهارده، عشان النهارده روان حظها سيء جدا. سيء. ما كسبتش حاجه. حظك وحش روان النهارده، ما تزعليش، انت كده كده اصلا هتكسبي ان شاء الله في كاشات. انا هختار بسكوت كاشات. انا حظي النهارده وحش برضو وما كسبتش. ورقه شكلها غريبه. فهد كسب المره اللي فاتت، والنهارده بسكوت كاشات، هنشوف هيكسب ولا مش هيكسب. لو بتحب النبي اضغط لايك واشترك في القناه عشان نشوف كل جديد، وشجعونا في الكومنتات عشان نعمل فيديوهات كتير. بسم الله. ما كسبش حاجه برضو. طارق الأخير رب كريم. بسم الله. رب يا رب رب روان تكسب النهارده عشان حظها سيء. هو بيقول يا رب تكسب روان عشان حظها سيء. لا أنا ما قلتش كده. إيه؟ أنا ما قلتش كده. روان برضو حظها وحش النهارده، ما كسبتش. يلا. سبايدر مان الجامد خالص. أنتوا بتعملوا بتلعبوا؟ إيه؟ بنلعب إزاي؟ بتلعبوا ولا ماليش؟ بسكوت كاشات النهارده مش بيكسب حد لحد دلوقتي. انا هختار ده وهقول بسم الله. بسم الله. يا رب اكسب، يا رب اكسب. ما كسبتش ولا حاجه. انا بقى بسم الله. بسم الله. اختار. بسم الله. فهد اختار ده، وهنقول بسكوت كاشات يا رب يكسب فلوس. ما كسبش حاجه برضو، حظه وحش. تختاري انهي؟ بسم الله. ما كسبتش برضو حاجه. النهارده حظنا وحش جدا في البسكوت. انا اللي عليا الدور، واختار واحد ونقول بسم الله. بسكوت كاشات بيكسب فلوس على فكره، في فيديو احنا عملناه الحلقه اللي فاتت، الفيديو اللي فات روحوا اتفرجوا عليه، كسبنا فلوس. بسم الله. كسبت جنيه. كسبت جنيه من بسكوت كاشات. كسبت جنيه. حلو برضه. اختار. هتاكد من ده. ماشي. فهد اختار ده من بسكوت كاشات اللي بيكسب فلوس. انت اتأكدت ان ده ولا ده ولا ده؟ فهد ما كسبش حاجة لا في ده ولا في ده. اتمنى ان انتوا تضغطوا لايك لو بتتفرجوا لحد دلوقتي في الفيديو، وتشتركوا في القناة. مين يا روان؟ انت هتختار انهي واحد؟ روان اختارت ده بسكوت كاشات، وكسبتش برضو حاجة. النهاردة حظ سيء في بسكوت كاشات. روان النهاردة حظ النهارده سيء جدا. ومعانا اخر كيسين في بسكوت كاشات، وانا هختار ده واقول بسم الله. يا رب يكسب. وكسب خمسة. كسب خمسة جنيه. كسب خمسة جنيه. كده ما تحفش بالمصحف. طب يلا تحداني. لا ما تحدكش. طيب. بسم الله. فهد النهارده، اتمنى ان انتوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل جديد. وفهد كسب. فهد كسب جنيه واحدا. فهد كسب جنيه. فهد كسب جنيه. وبكده وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتشتركوا في القناه وتشتركوا في القناه، عشان لسه في اربع علب، علبتين جعفر العمده وعلبتين كاشات، بسكوت جعفر العمده وبسكوت كاشات. مع السلامة.